حنان تزوجتي وانت في عمرك 13 عام، كيفاش تزوجوك هاد الناس هاد؟ وا الوالدة ديالي ما مو لصقات الوالدة ديالي، قالت ليها هذا اللي بغيتها بزمنها عطيها ليا، الوالدة ديالي ما بغاش عطاتني ليها، الوالدة ديالي بالضغط الله اعلم حتى هي ولات عينيها في هذوك الناس. شحال كان عندك من عام ديك الساعة؟ 13 عام. تزوجتي بواحد قد باك؟ قد با. كيفاش كان كيتعامل معاك؟ العصا جوع سدان. كان كيضربك؟ تيضربني. كنجد الله يرحمها كتجيب لي الماكلة تلوح عليا من السرجم باش ناكلها. كنقاتلك بالجوع؟ كنقاتلني بالجوع. شي العافية كان كيكويك معاها حنان. راجلك لا كان كيشوفك دابا اش تبغي تقولي ليه؟ نقولي دعيتك الله هو اللي خلصك. ضيعك في حياتك. ضيعني في حياتي. وليدك لا كان كيشوفك اش تبغي تقولي ليه؟ نقولي أنا بغيت نشوفك. بغيت منك والو. عاجي يشوفني وديك الساعة بغيت تمشي السير. شحال من عام باش تولدك عاد؟ دابا 20 عام. توحشت وليدك؟ ضروري. اللي كان كيشوفك اش تقولي ليه كلمة أخيرة؟ قولي حاجة وحدة، جي شوفني وليدي أنا ما حدي باقا حي. بغيت منك حتى حاجة وليدي.